صباح الخير. نهار اليوم رح تكون الأجواء باردة مع هبوب رياح شرقية نشطت السرعة مثيرة للغبار والأتربة. غدا نهارا رح تكون الأجواء شديدة البرودة، رح تسجل درجات الحرارة نهارا 12، بالله رح تنخفض ل 6 درجات ورح تكون الأجواء باردة نسبيا. يوم الأربعاء والخميس رح تكون الأجواء باردة، خلال ساعات النهار رح تسجل درجات الحرارة 13، بالله رح تنخفض ل 6 درجات مئوية. رح ننتقل لملخص الطقس خلال اليوم والأيام القادمة. نشاط للرياح الشرقية الباردة، تنبيه من احتمالية تشكل الصقيع خاصة مع ساعات الليل وأجواء شديدة البرودة ليلا. رح نستعرض درجات الحرارة نهار اليوم في المدن الأردنية. بداية رح نكون في المناطق الشمالية إربد 16، المفرق 13 والزرقاء 12. عجلون 12 درجة، جرش 13، شرق عمان 11 ورياح نشطت السرعة. غرب عمان ومعدب 11 والسلط 14. البحر الميت 20 درجة، الكرك 9 درجات، الطفيلة 13، أجواء باردة معانا 12 درجة، والعقبة أجواء غالبا مشمس نهار اليوم رح تسجل فيها 22 درجة. هاي الليلة رح تكون الأجواء شديدة البرودة، رح تسجل بإربة 8، المفرق والزرقاء 5 درجات. عجلون وجرش 7 درجات، شرق عمان 5 درجات مئوية وأجواء باردة. غرب عمان 6، السلط 9 درجات، مادبة 5 درجات، رياح نشطت السرعة. البحر الميت 11، الكرك 3 درجات والطفيلة 6 درجات. معان أجواء شديدة البرودة هاي الليلة درجتين، والعقب أجواء باردة نسبيا و13 درجة مئوية. بالنسبة للطقس والنشاطات الخارجية رح تكون الأجواء مقبولة اليوم لممارسة أغلب النشاطات الخارجية خاصة مع ساعات الظهر. بالنسبة للصحة رح تكون الظروف الجوية محفزة بشكل متوسط للإصابة بأغلب الأمراض. أجواء مقبولة اليوم لممارسة الرياضة الخارجية. رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية.